وسائل الإعلام التي تنشر الفساد، أخبار المغنين، الممثلين، مواعيد الأغاني والتمثيليات والمسرحيات، إظهارها في الإعلام بوسائل مختلفة، كل ذلك من صفات النفاق، وكل ذلك من الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. فنسأل الله السلامة والعافية، وكيف يتحمل ذلك الإنسان تبعت هذه الأمة كلها، وأن يكون هؤلاء الناس الذين ينظرون ويشاهدون ويسمعون المنكر كلهم في ميزان السيئات. نسأل الله السلامة والعافية. جوال تذكر.